مساء الخير بعد دورة دبي الدولية لكرة السلة، بعد بطولة وصل بنرجع لسنبس بطولة لبنان لكرة السلة بمواجهة هي تاريخية، واحدة من المواجهات الأطول كمان بتاريخ كرة السلة اللبنانية، صار عمرها 30 سنة، مواجهة عمنت من وفريق الحكمة. اليوم اللقاء 48 يلي بيجمع الفريقين، الأفضلية كان دائما تكون لصالح فريق الحكمة. هلا بنفوت أكثر بكل التفاصيل هيدي المباراة يلي عم يلعبها فريق عمنت على أرضه بملعب مزهر، مباراة يعني هي مفترض تكون من دون جمهور، واليوم رئيس الاتحاد لبنان لكرة السلة وجيمر حضنا ليخبرونا شو عم يصير اليوم بملعب مزهر. ظاهرة بالفعل حلوة كتير بالنسبة للحضور الجماهيري بالأعمار الصغيرة. بريزيدان يعطيك العافية. الله يعافيك غياث، شو رأيك اليوم بهيدا الشيء اللي عم تشوفه؟ هلا عندنا مشكلة انه كيف بدنا نقنع جيما ميكان رشع الجمهور، رشع جمهور الأساسي مبسوط يعني جيما مبسوط بالجمهور أكثر منا بصراحة، وعن جد هيدا اللي بدنا إياه. طب شو بدنا أول الجمهور كل جماهير الأندية تتمثلوا بهالولاد، شوفوا كيف عم يشجعوا، كيف مستقبلين، كيف مبسوطين، هيدي كرة السلة اللي بدنا اياها. طيب اذا بدنا نحكي بالقانون اليوم بس ليفهموا العالم، لانه عمنت من مفترض هو يلعب بدون جمهور لانه عنده توقيف جمهوره، القانون شو بيقول بهيدا المجال يلي قدر فريق عمنت من يستغله بافضل طريقه؟ مش عمنت من اللي استغله، انتبه، الاتحاد له حق في مواد بالقانون، الاتحاد بتخليه يستنسب. نحن التقينا انه ليش الملاعب بدها تكون فاضيه. اوكي. اليوم نحن هيدي حلاوة كرة السلة، من اليوم ورايح أي جمهور بيتوقف حنجيب الأولاد يحضروا كرة السلة، ممنوع الملاعب لازم يحضروا كلهم، يعملوا بلان بي من هلا، يعني هذا الشيء عم تطلع وهلا بلشوا يحضروا، في ناس بلشت تحضر كثير، بس ليك شو مبسوط بشرفك طلع ليك ضحكته كيف عملت هيدا المشهد؟ مش أنا اللي عملته، أول شيء بدي بلش بدي أقول لك إنه اللجنة المركزية ورئيسها فهان حمامجان والأخ رافي خدا فيرديان الشكر كله بيروح لهم، هن قاموا بهالمبادرة وهن حتى مولوا هذا الوجود اليوم من بسيط ويكسو، كل الشكر هو لفهان ولرافي. وكيف ما عم بيقول البريزيدان، نحن نادي عمره 106 سنين غياس، نادي ما فيك ابدا بحياتك تطفيه، هيدي قوتنا، هيدا الجيل الجديد اللي طالع ومن بعده رح يطلع جيل ومن بعده جيل. انا بدي اشكرك جيل كثير مهمة، لازم الكل يتشكروا كيما نوكيا، لانه كيما نوكيا رجع شد العصب، شد العصب اكيد، ومع هيدا العصب رح روح لزميلتي جاجا. تفضلي جاجا. يعني غياس يلي منه موجود بالملعب ما في حس ويشوف قديه الاولاد الصغار بحبوا فريق هومنت من اليوم، اكيد مباراه ناريه باك تو رياليتي. غياس انا كنت عم بقول بيني وبين حالي لازم يكون يوم الاربعاء هيدا الجيم قد ما رح يكون حماسي، بدي اجرب قد ما فيي اخذ زاك لافتن وعزيز عبد المسيح. اسرع اسرع اسرع. هاي عزيز. هاي جاجا. يعني عزيز شفنا بجيم وصل كان في فايتنج سبيريت، هيدي اتس ا جود ساين. اليوم قد ايه مهم تكونوا سريعين عن ترانزيشن ديفنس، شفنا قد ايه كوتش شاد الحاج بالتايم اوت شدد على هذا الموضوع، هذا الشيء مع فريق بحب يلعب سمول بول بكلفكم غالي اذا كنتوا بطيئين. لكن جاجا قطعنا بفترة شوي صعبة بدبي، صارت ورانا هيدا الشيء أكيد. So we have to pick it up مثل ما بيقولوا، نلعب ديفنس أحسن مثل ما لعبنا بجيم وصل. عنا تو بيج جيمز هلا بيحطونا بمركز كتير مهم. So we have to win both of games. إن شاء الله نتوفق ما حدا ينصاب وهذا أهم شيء. عزيز قد ايه مهم اليوم تستفيدوا من غياب إيلايجا، يعني تو أتاك ذا بينت بلس يكون عندكم شوك سيلكشن ماتشور أكثر، 99 من أصل 316 ثلاثية عندكم ب 11 مباراة بس، وذيس إز تو ماتش. وي هاف تو أتاك ذا باسكت مور مثل ما أنت قلتي، خاصة بغياب الأجنبي تبعهم، هلا جابوا أجنبي جديد بس أكيد بعد ما تعرف على الفريق وكل هدول، سو يو هاف تو تيك أدفانتج وإن شاء الله نتوفق ونربح، هذا أهم شيء. بيست أوف لك، شكرا لك. هي هاو آر يو؟ What can you tell us about tonight's game? We're going to play hard, go out here, get a win. It's a big game for us. As long as we stay and do our game plan, we should come out victorious. What do you believe Zach brought to the team? A lot of scoring, we know that. But he's a team guy. He's making us gel better, so we'll see tonight. All eyes are on this matchup between Zach and Gibson. We're not really focusing on one-on-one matchup. It's a team game, so we're going to go get the win as a team. Thank you so much, and best of luck. يعني غياس ما في شيء ينحكى، مباراة جدا حماسية والجمهور كثير حلو، رح تشوف مين رح يحسم النتيجة على أرض الملعب. وهيدي المواجهة يلي مثل ما ذكرت بدأت من تاريخ طويل من 6/7/1994، 47 مباراة لعبوا الفريقين الحكمة وهومنت من، قدر فريق الحكمة يربح 29 مرة، 18 مرة ربح فريق هومنت من، أطول
ويننج ستريك بتاريخ المواجهات. بس خلينا هون نتوقف مع اليوم العبد الله بريدكشنز يلي من سيسجل اعلى عدد من النقاط بين زاك لافتون وجوناثان جيبسون. هيدي المواجهه الحلوه 64% الجمهور اعطى افضليه لزاك لافتون. هيدا التصويت رح يبقى من هلا لنصف المباراه. عشان يوم بلش اليوم بالتشكيل الاساسي جاد خليل جيرام حديد يا زاك لافتون بدوين جاكسون اكيد جابرييل عجميا عنده مهمة دفاعية على جوناثان جيبسون. وهذا الشيء اللي بأكدنا رح يبلش المدرب جوجا عثمان تومان بوجهة المدرب فيكتور يانكتش. اليوم كمان إيقاف المدرب جاد الحاج. يانكتش هو رح يقود المباراة. بوبو بلش بالتشكيل الأساسي لجانب أحمد إبراهيم كريم عز الدين جوناثان جيبسون وردوان سليمان تشكيلة المدرب الصربي فيكتور يانكتش ومساعده اللبناني داني عبوس. اذا المدرب جاد الحاج هيدي ثاني مباراة رح يكون موقوف فيها من بعدها رح يرجع ليقود فريقه بالمباراة المنتظرة كثير يوم الاحد المقبل بمواجهة بيروت والحكمة. حكام المباراة الثلاثة ربح جيم عادل الخويري وزياد طنوس هن رح يقودوا مباراة اليوم. اذا اطول ويننج ستريك كانت بهالمواجهه 17 فوز متتالي تحققها هون فريق الحكمه من 94 لل 2014 بينما قدر يعمل فريق حمد من 15 ويننج ستريك. عم نشوف سعاده النائب جهاد بكردوني الرئيس الفقري لنادي الحكمه لجانب رئيس نادي الحكمه استاذ الماتر راغب حداد مع بعض الجماهير. اكيد كل فريق بحق له بعدد قليل خارج ارضه بتصور 15 شخص بينما كنا عم نحكي عن مومنتم يلي قدر يعمل 15 فوز متتالي بين 2016 و2019. ولا مره بهالمواجهات لعبوا ب 4 فبروري الفريقين ولا مره سائب انه يكون في نفس التاريخ. 16 مباراه لعبت بمزهر بين الحكمه وفريق حمنت من اليوم المباراة 17 اللي بتجمع الفريقين بين بعض. 7 مرات ربح الحكمة 9 مرات ربح فريق حمنت من على أرضه بمواجهة فريق الحكمة. الفريقين اللي جايين من دور دبي مش بنتائج أبدا منيحة. حمنت من عمل انتصار وخمس خسارات بينما الحكمة عمل انتصار وأربع خسارات بدور دبي الدولية. واليوم عم تكون إطلالتهم الأولى بعد الدورة بنسختها 33. النشيد الوطني اللبناني افتتاحا. الملعب كيف رح تلعب هيدي المواجهه بين الحكمه وفريق عمان. من كثير مهمه بالنسبه للفريقين على صعيد الترتيب. البوزيشن الاولى عم تكون لصالح كابريال عجميون اللي بمرر لدوين جاكسون اللي بيستعرض وبيسجل اولى نقاط المباراه. احمد ابراهيم مثل ما توقعنا مان تو مان زاك هو اللي عم يدافع على احمد عز الدين ما بينجح بالمحاولة. حديد يال ايرون مان بلم الديفنسيف ريباوند. جاد خليل اللي رجع ليشغل مركز صناعة الألعاب بعد استحداث زاك لافتون صار عنده دور أكبر بفريقه. وين جاكسون بمر لزاك. دوين كمان جرب يخترق على رضوان بيخترق وبياخد الخطأ أو هون الحكم عم يقول في تورن أوفر. ووكينج على دوين. اذا عم نشوفها بالريبلاي. تورن اوفر على دوين جاكسون مثل ما توقعت. كابريال عجميا فول ديناي على جوناثان جيبسون
بركب له السكرين الثاني بياخذ التسديده الثلاثيه ما بينفع شاط خليل على الريباوند واضح جدا التكتيك الدفاعي اللي عم يلعبه المدرب جومجا عاصمة انطلاق المباراه زاك لافتون بحاول يمرر خطا لصالح فريق مانشستر المدرب الصربي يانكيتش اللي هو مساعده للمدرب نادي الحج هيدي ثالث مباراه بقوده كمدرب ربح اول مباراتين وحده امام بيروت والثاني امام اونترانيك هل رح يقدر يحقق الثالثه جيران عم يطلع الطابه لبرا اوبن شوت اوبن شوت بسدد وبسجل وين جاكسون عم يسجل نقطته الخامسه اول 3 بوينت بالجيم احمد ابراهيم يعطي رضوان جوناثان جيبسون بمر لبوبو رضوان عم يجرب يلعب تحت السله ما بيسجل رضوان ديفنسيف ريباوند لدوين جاكسون ديفنسيف ريباوند لدوين عم يلعبوا اكيد السمول بول يلي بحبوها فريق الحكم جيرار عم يلعب الاوفنسيف ريباوند بروح على السله وبيسجل الايرون مان بيسجل الاولى نقاطه بالجيم ومدفن عم يسيطر على اول دقيقتين بالمباراه احمد ابراهيم رضوان بياخذ التسديده الثلاثيه وبيسجل رضوان اولى نقاط النادي الاخضر عم تكون من اللاعب رضوان سليمان اللاعب التونسي بيكسر الرن اللي قدر يعمله فريق هومنتمن تمريره بتوصل لدوين شو عم يحرم شو عم يحرم شو عم يحرم وهون المدرب اللاعب جاد خليل بيبرم اذا بتبين شوفوا بالاعاده شوفوا بالاعاده كيف عم يقدر يسبق الكل دوين جاكسون بلش التراش توك بشكل قوي جدا سبع نقط لدوين جاكسون رميه حره اضافيه بسجل كمان الفري ثرو سجل 8 نقط من 10 لفريقه 7 بوينتس ليد لصالح مومنتمن احمد ابراهيم بمرر لرضوان رضوان بيخترق بيطلع على السله خطا لصالح رضوان سليمان رح يكون عنده 2 فري ثرو فريق الحكمه لحتى يقدر يكسر الشخصيه اللي عم يلعبها فريق هومنتمن هو الانسايد جيم لانه ما عم يلعبوا بلاعب ارتكاز إيلايجا هولمان يلي اصيب وغادر استأذف لاعب امريكي وصل امبارح بالليل على بيروت اللاعب كان يلعب بالدوري السوري مع نادي الجيش لنشوف رضوان سليمان على الفري ثرو بسجل الفري ثرو الاول لرضوان نقطته الرابعه هو الوحيد اللي بعده عم يلاقي الثغرات بدفاع فريق هومنتمن رضوان بسجل كمان فريتو الثاني نقطته الخامسه هو بسجل نقاط فريق الحكم لهلا بالجيم جاد مع جوناثان جيبسون كريم عز الدين لهلا ما قادر يهديه ابدا لدوين جاكسون صار في هون سويتش صار في سويتش على السكرين عم تبرم بشكل ممتاز البيكس يلي عملوها عملوا عليها سويتشنج على كل السكرينز لاعبين فريق الحكمه لكن جيرار قدر يلاقي الثغره وحتى يعمل الفيك وياخذ الخطا بسرعه عمر جمال الدين انا برايي رح يكون بدلا من كريم الارجح بدلا من كريم ليه بدلا من كريم لانه بده لاعب يكون اسرع بالديفنس الجيم عم يلعب بدفاع فريق الحكمه اذا دفاع الحكمه كان منيح بيقدر يمشي مع فريق هومنتمن يلي معروف الهومنتمن باي شخصيه بيلعب مبارياته خاصه بالتشكيله اللي عم يلعب فيها اليوم المدرب جون جاعز هيدي التشكيله اذا ضلوا دوين جاكسون ماشي وجيرار حديديان رح تكون كثير صعبه على دفاع فريق الحكمه المدرب يانكيتش بسرعه غير واستعان بعمر جمال الدين لانه ممكن يكون اسرع على دوين جاكسون بحركته الدفاعيه جوناثان جيبسون عمر بيستلم احمد معه دوين جاكسون بالديفنس احمد ابراهيم بيعطي عمر بعد عنده 5 ثواني عمر جمال الدين خطا من جابرييل عجمي اه
هون دفاع مهم جدا اليوم اعطيه المدرب مجعص لجابرييل عجمي. احمد جوناثان بيستلم ياخذ تسديده صعبه، تسديده صعبه وبعيده، الريباوند لمين؟ عمر بيلحق الطابه، يعمل اوفنسيف ريباوند، عمر جمال الدين بيعمل موف حلو كثير الموف لكن ما بيسجل، عامل كل الصعب. جيرار حديد يوم بلم الديفنسيف ريباوند. زاك لافتون، زاك بياخذ تسديده ميد رينج شوت، بيسجل زاك، بيسجل مساجين اولى نقاط وساك لافتون بالجيم وبتطلع الفرق لتسع نقط 14 5. جوناثان بيعطي رضوان، رضوان كمان بيخترق بيطلع على السله بمرر لمين، تورن اوفر على فريق الحكمه والفاست بريك. كلفتهم غالي عمر بن عم يلعب بشكل ممتاز دفاعا وهجوما، والسرعه اللي عم ينتقلوا فيها مخيفه كانت. الفاست بريك الاخيره بسرعه المدرب فيكتور يانكوفيتش بيطلب تايم اوت. تايم اوت للضرب المدرب فيكتور انتهى. رح نشوف جيمانوكيا وميناس بسيريا. نشوف شو رح يتغير على ارض الملعب من جهه فريق الحكمه، عندهم مشاكل بالديفنس وبالاوفنس هلا بالجيم. قدروا لهلا دفاع مومنتمن يبعد جوناثان جيبسون بشكل كامل عن المباراه. تكنو افضل سكورر، وين جاكسون 8، رضوان 5، جيرار حديد 4 نقط، جوناثان جيبسون بيضرب من المسافه البعيده ليسجل اولى نقاطه بالجيم. ممكن يكون ضارب عينه كمان اليوم على لقب انت الملك، مقطوعه من عمر جمال الدين، بتطلع الفاست بريك مع رضوان، رضوان بيخترق السله واوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول يا سكا، سقط بفخ التورن اوفر امام دوين جاكسون يلي عم يعمل مباراه اي بلس بالديفنس وبالاوفنس. الاعاده برهان كبير على الخطا الهجومي يلي عمله رضوان، مره جديد الحكمه بيعاونوا بالفاست بريك، من الفرق الغريبه جدا بالفاست بريك اللي ما بتسجل فرص المباراه، وهيدي التورن اوفر الاخيره بالاوفنسيف فاول بتفرجي هيدا الشيء. جابرييل عجمي، جوناثان جيبسون بيعمل ستيل، بطلع الطابه جوناثان جيبسون ممكن يوقف يسدد، بيوقف يسدد بسجل، شو هيدي يلي عملها جوناثان جيبسون، ثاني 3 بوينت سالو بالجيم. ملك الطابور 5 3 بوينتس، عم يرتكب خطأه الثاني، عم يريحوا المدرب يانكوفيتش، هو وبوبو عم يستعين بدانك وكريم عز الدين. ما بعرف اذا رح يبقى مان تو مان بوجود دانك وكريم، لانه بالمان تو مان بتصير شوي صعبه. ممكن يغير دفاعه لزون اذا بهيدي التشكيله، ممكن كثير يلعب زون هلا بنشوف، بس انه يعني عم جرب بس حلل الجيم قبل ما نوصل لنشوف اذا رح يبقى مان. جيرار ينجح بالمحاولة الأولى، نقطة الخامسة بالجيم. بسجل الثاني كمان جيرار، ست نقط لجيرار حديد ياه. جوناثان دايما معهم جابرييل عجم ياه. مرة لكريم، عمر مقطوعة، جابرييل عشمي بيعمل ستيل وبسجل جابرييل، بسجل نقطته الرابعة. كثير التركيز على التمرير لصالح جوناثان جيبسون، وهيدا عم يريحه كثير لدفاع فريق عمر بن عمر بيلعب على السلة ما بسجل، عمر بلم هو الريباوند،
في خطأ، في خطأ لصالح عمر جمال الدين بعد الأوفنسيف ريباوند. بالعادة عم نشوف هون كيف لعب على جاد دانك، هو اللي عم يستلم، يعطي جوناثان جيبسون. شوفوا كم لاعب دبل تيم صار عليه لجوناثان، بيرجع بيطلع لبرا بيخلق السبيس. احمد بمر لكريم والبلوك شوت، البلوك شوت يلي عمله دوين جاكسون. شوف المدرب جون جاكس ومساعده الجديد مارون ديب. شوفوا بالريبلاي، قلت لكم دوين عم يلعب جيم اي بلس بلس اوفنس وديفنس. 2 سكندز لهجمه فريق الحكمه. سايد بول دانك بياخذ هو التسديده بياخذها، وكمان ما عم يقدر ياخذها. كلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن على فريق الحكم، ما عم يستفيدوا من التو ساكند. عم يلعب مان تو مان، بعده مان تو مان. عمر هو اللي عم يدافع هون على زاك، زاك بمر لبرا لدي جي، دي جي بيخترق، دي جي بيخترق، دي جي بيسجل 10 نقط لدوين جاكسون. اول لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقط. التمريره بتطلع لبرا والمحاوله لاحمد ابراهيم ما بتنجح. زاك بلم الريباوند، زاك خطا لصالح زاك لافتون. المدرب يانكت مش عم يعترض. صاخب بشكل مخيف بملعب مزهر. فول هاوس مخيف انه عملوها اليوم فريق حماد بن زاك. بضيع الفري ثرو الاولي، بسجل الثاني زاك لوفتون، نقطه الثالثه بالجيم. جاد خليل هو صار عم يدافع على جوناثان جيبسون. كريم عز الدين يعطي جوناثان بمرر له اياها لكريم، كريم بضيع، لكن الحكم عم يحتسب خطا على دوين جاكسون. بنشوف هذا الخطا الاول على دوين. بنشوف اللاعب الجديد ايمانويل ايكوتا بترين وسنتيمتر، لاعب فورورد مواليد 96، لاعب مؤخرا بالدوري السوري وبالدوري التايواني. عز الدين بسجل الفري ثرو الاولي. بسجل 2-2 كريم. بنزل فرق العشرة. حديد يار. عم يعطي جاد. تسديدة عن الارك. الريباوند هجومي لزاك، زاك بيعمل موف حلو تحت السلة، بيرجع بيطلع الطابة لبرا من جديد. دي جي بده يجرب يلعب على كريم، براشر من عز الدين. الطابة لمين بتوصل؟ لجيرار حديد ياج اللي بيلعب على السلة، بيتعرض للبلوك شوت من دانك. فاست بريك لفريق الحكمة. جوناثان جيبسون بيوقف بيسدد، ما معقولة يا جوناثان. 3-3 بوينتس لجوناثان جيبسون. بس قديه قادر فريق الحكمة يلعب بهالشكل بالفاست بريك ويعمل جامبلينج مع لعبه. جوناثان جيبسون بوقت جيرار حديديان بزاكا بزاكا بزاكا، اخذ الخطأ من احمد ابراهيم. اشتري للخطأ اشتري. شوفوا بالريبلاي، شوفوا احمد كان قريب جدا منه، عرف كيف ياخذ الفاول. احمد عم يعترض. عزيز عبد المسيح على ارض الملعب على ما قعد التبديل. بسجل جيرار نقطه السابعه بالجيم. بسجل كمان جيرار حديديان، من نقط لجيرار حديديان. عزيز على ارض ملعب بدلا من احمد.
علي احمد على الفاول الاخير. بوبو بوبو ميد رينج شوت عم يسجل بوبو. زاك على الديفنسيف ريباوند، عم يلعبوا بانرجي بانرجي مخيفه لاعبين فريقهم هلا بالجيم. زاك مع بوبو بالديفنس، تمريرة بتوصل لجيرار بفضيه لبرا تسديده الثلاثيه ما بتنجح من جيمي سالم. الريباوند كان لبوبو. جوناثان جيبسون بفضي لبوبو، اوبن شوت بيعطيه التسديده بسجلها بوبو. اولى نقاط لمارك خويلي بالجيم. نزلت الفرق سريعا لست نقاط. جيمي سالم يلعب على البوست ما بينجح دايك بالريباوند. فاست بريك فخطا لصالح فريق الحلمي، خطا من جاد وقف فيها الفاست بريك. جاد خليل اثنين فري ثرو لجوناثان جيبسون، هيدي ثاني مباراة لأنه بالليغ اللبناني بس نفس بطولة لبنان. بضيع الفري ثرو الأولي، هيدي أول فري ثرو عم يضيعها بالبطولة بالمباراة السابعة أمام الأنترا ليج. سجل 5 من 5. يسجل وحدة من اثنين جوناثان جيبسون. جاكس الفارق نزل لخمسة. زاك عم يطلع الطابة، طابة لمين؟ الطابة بتبقى لصالح فريق هومنت، ما قدر عمل كنترول علي عزيز. 14 ثانية بيبقى لهجمة فريق هومنت. جاد خليل على السايد بول. زون ديفنس بتصور ساسانو، زون فريق الحكمي عم يلعبوا زون ديفنس حاليا. زاك بمرر جيمي، ووكينج على جيمي سالم، تردد بين التسديد والبنتريشن على السله، كلفته تورن اوفر. شوفوا التورن اوفر واضح جدا بالريبلاي. جوناثان دانك يعطي جوناثان جيبسون يلي بتسدد هالمرة ما بيسجل. الريباوند لمين؟ الريباوند للدفاع لصالح فريق هومنتمن مع جيرار حديد جانج يلي بيخترق مقطوعة من بوبو. فاست بريك جوناثان برد له اياها لبوبو يلي بروح على السلة كمان. فاست بريك جديدة عم بتضيع لفريق الحكمة، والثمن غالي وغالي جدا من زاك. 5 نقط لزاك لافلر. عزيز بيوصل على السلة ما بيرجع. عزيز دانك بالريباوند، باسكت ان لدانك، باسكت ان لدانك. لو لاعبي فريق الحكمة بيستغلوا الفاست بريك اللي بيجيهم بالجيم انا برأيي بيصيروا بغير محل. جوناثان جيبسون عم يريحوا المدرب يانكيتش. رودريغ عال على ارض الملعب عم يلعب باجنبي واحد هو دانك. عم تشوف هون ايمانويل على ارض الملعب، لاعب اللي وصل من ساعات قليله على بيروت. دانك بسجل فري ثرو كمان نقطه الثالثه، ينزل الفارق لأربعة. زاك لافتر، زاك بيخترق بيخترق بسجل. زاك بسجل، إصرار كبير لزاك لافتر. ضرب دفاع المنطقة بالبين، سجل نقطة السابعة بالمباراة. كريم عز الدين كمان بياخذ تسديدة ثلاثية وديفنسيف ريبوند لزاك لافتر. آخر ثواني الربع الأول اللي عم تلعب من فريق الحكمة 2-3. من شوي قدر خرقها زاك لافتون بدرايف على السلة. زاك بياخذ تسديدة ثلاثية دانك بلم الريباوند، بيعطي التمريرة لمين؟ عزيز بسدد من نص الملعب وأبعد. المحاولة ما بتنجح لينتهي الربع الأول بتقدم فريق عمانت من بفارق 6 نقاط. النتيجة 29-23.
سجل اعلى عدد من النقاط بعبد الله بريدكشنز بين لافتون وجيبسون، بلشت تعلى عند جوناثان جيبسون، كانت 64% اذا ماني غلطان ببدايه الجيم لزاك لافتون، صارت 55 مقابل 45%. عم نشوف امين عام الاتحاد المات شربل رزق الى جانب رئيس الاتحاد استاذ اكرم الحلبي. الكوارتر الاول انتهى بفرق سته. بعض الارقام اللي كنت عم بحكيكم اياها، كنت عم بحكيكم مش ارقام، عم بعطيكم الفاست بريك واضاعه الفرص لفريق الحكمه، رح اعطيكم اياها بالارقام حاليا. الحكمه على 2 بوينتس وحده من 8 12%، هومنت من 9 من 11 81%، بس عم نحكي على 2 بوينتس. تكنو اوف ذا ريباوندر زاك لافتون 5، جيرار 3، دانج 3 ريباوند، وهيدي فرصه جديده كمان عم تضيع من نقطتين لصالح فريق الحكمه. عندهم برسنتج كثير قليل من النقطتين. زاك بياخذ تسديده ثلاثيه، الريباوند لمين؟ رضوان بمرر. عزيز عم يعطي بوبو، رودريغ بسدد عن الارك ما بسجل العائل، ريباوند دفاعي لجاد. هون دفاع دفاع فريق الحكمة تحت السلة مخيف كان هالمرة. بومو بمر لرضوان، رضوان لعزيز بياخد تسديدة ثلاثية، عم يعتمدوا كثير على التسديد البعيد، كثير على التسديد البعيد. زاك زاك لافتون عم يعطي جيمي سالم تسديدة ثلاثية كمان ما بتنجح. مين لما؟ مين لما؟ الايرون مان لما فوق الكل. سجل نقطته العاشرة جيرار حديديا، وأعطى تقدم 8 لصالح فريقه. دانك رودريغ، دانك مركب السكرين، جرب يلعب معه الطابة، بسجل هالمرة. هيدي اللعبة، هيدي اللعبة اللي فيه يستفيدوا كثير منه لدانك تحت السلة. وبصراحة رودريغ عاقل عم يكون اكثر لاعب عم يوصل له هول الطابات، شفناه ببطوله وصل امام النفط العراقي كيف لعب معه البيك اند رول وكانت ناجحه. زاك بطلع الطابه لبرا عن جاد، جاد خليل يعكسها لعند جيمي سالم، جيمي لزاك لافتون، زاك وهون في ووكينج على زاك لافتون، تورن اوفر على زاك يلي عم يعترض. هذا عم نشوف الووكينج اللي عملها زاك. ايمانويل عم يرجع على ما قاعد على الاحتياط، وين جاكسون بدلا منه على ارض الملعب، النجم الربع الاول دي جي عم يرجع على الجيم. رضوان جوناثان جيبسون بعده عم يرتاح بعد ما شفناه بالكوارتر الثاني. عزيز يعطي رضوان، رح ياخذ تسديده رضوان، الثلاثيه كمان ما بتنجح، جاد على الريباوند. قديه بحبوا يلعبوا على الارك لاعبين فريق الحكمه. زاك لافتون، زاك كمان ما بينجح، رضوان بلم الريباوند. رضوان بيعطي لبوبو، بوبو كمان بسدد، كمان ما بينجح، رودريغ بلم الريباوند، بيعطي لبوبو يلي بيخترق، بيوصل تحت السلة بايده الشمال، حلو كثير هالدرايف يا بوبو، نزل فيها الفارق لاربع نقط بس. براشر من بوبو على جاد، جاد يرجع بسرعة بياخد محله بالديفنس، جاد خليل تسديدة عن الارك، ريباوند لدانج، بيشتغل منيح اليوم دانج بالديفنس. تمريرة عم توصل كمان لبوبو، بوبو يعطي عزيز، عزيز عبد المسيح، بسرعة المدرب يانكتش عم يستعين باحمد ابراهيم وبكريم عز الدين على ارض الملعب بدلا من دانج وعزيز. احمد للعقل، رودريغ هو اللي بسدد، ما بسجل رودريغ. لمين البوزيشن؟ البوزيشن بيقول الحكم تبقى لصالح فريق الحكمه، ضربت بدي جي الظاهر وطلعت للاوت. رضوان من جديد لرودريغ،
احمد. عم يأتي رضوان سليمان بيجرب يلعب على جيران. رضوان يلعب على السله وبيسجل. الانسايد جيم كثير مهم لفريق الحكمه بهيك مباراه، ورضوان انا برايي فيكون واحد من الحلول، لانه شفناه كيف لعب على جيرار حديديان، عنده ميس ماتش لانه اطول منه، بيعرف يلعب بظهره للسله، بيعرف يلعب جوا، وبلش فريق الحكمه يغير شخصيته كليا عن يلي شفناه بالكوارتر الاول. جيمي سالم بيخترق بسجل، سالم بسجل، اولى نقاطه لجيمي سالم بالجيم. يرجع بيطلع الفرق الاربعه جيمي. احمد ابراهيم يعطي بوبو. بوبو بيغطي تسديده صعبه من المسافه المتوسطه. الريباوند لصالح فريق هومنتمن. زاك لافتون، زاك ما بينجح بالتسجيل. ريباوند هجومي لدوين جاكسون. بسرعه بسجل دوين جاكسون نقطه ال 12. وهون في دبل فاول بين زاك وبوبو. عم نشوف التراش توك ما عم يوقف بين بوبو وزاك، ما عم يوقف ابدا، وتكنيكال فاول على اللاعبين. دبل فاول وكمان، وهون كمان عم نشوف رضوان عم يهديه لزاك. نشوف كان خطا هلا صار زاك. نرجع نشوف شو صار، شوفوا بالإعادة شو عم بيصير كان بين زاك وبوبو. صاروا اللاعبين كل واحد بتو فاولز. هيدا الاحتكاك اللي صار اذا بارض الملعب. ما بدي هيدي، بدي الشوطه، بدي اشوف انا. الحكام عم يتاكدوا من الاي ار اس. خليها معك. نو باسكت. مشاع بعد فريم صغير. بس اوكي. خليها مع احمد. اوكي. نو بس رجع بعطيني اياها اخر مره. لا ما بدي اياها مع الوقت، اعطيني اياها مع بس على اخر شوطة احمد ابراهيم. ايه بطلها شوي. لا خليه وقف. لا صفر انا قبل. نو بس. يعني هاي الاي ار اس يلي شفناها بالفعل، واو قد فرقت، لانه احمد كان عم يسدد بنفس الوقت يلي صار فيه الدبل فاول. لو فرقت معه لاحمد على يمكن 20 بالثانيه كان في سله ريبونز لاحمد، كان نزل فيها الفرق لثلاث نقط. يعني هيدا الدبل فاول كلفهم للحكمه ثلاث نقط بصراحه. لو يعني فرقت يمكن اعشار 20 او 3 مثل ما بينت بالريبلاي. جوناثان كيبسر بيرجع على ارض الملعب. جابرييل عشان هو اللي عم يدافع عليه. احمد بمر لرضوان. رضوان بيوصل تحت السله، بيعطيها لاحمد من جديد. احمد بيخترق السله، بسجل احمد اولى نقاطه بالجيم، بنزل فرق لاربع نقاط. صاروا عم ينبشوا اكثر على الانسايد لاعبي فريق الحكمه.
دوين بياخذ تسديده سريعه ما بتنجح. مين لم الريباوند؟ مين لم الريباوند؟ ايمانويل لم الريباوند. كيف جابوا له الريباوند؟ قد ايه نط. هو معروف انه لاعب كثير اتلت. جاد خليل بمر لدوين جاكسون. تورن اوفر على فريق مانتمان. شوفوا بالاعاده قد ايه نط ايمانويل. عز الدين لرضوان. رضوان شوفوا جوناثان جيبسون. رضوان عم يخلي الطابه بايده. رضوان هو اللي بيسدد ما بيسجل. كريم عز الدين بلم الريباوند وبكبها لبرا وتورن اوفر على كريم. ايمانويل تحت السله بمرر لجيمي سالم وجيمي بيسجل. بيسجل جيمي نقطه الرابعه بتمريره من ايمانويل. احمد ابراهيم يبغى تسديده عن الارك. دوين جاكسون على الريباوند. الفارق بيرجع بيطلع على سته. جابرييل عجميا ريباوند لاحمد ابراهيم. احمد طرق. احمد وصل على السله ما سجل. دوين كمان ديفنسيف ريباوند جديد لدوين جاكسون. دوين لمين بده يمرر؟ لايمانويل. باسكت ان. باسكت ان للاعب هومد من جديد. اولى نقاطه بتاريخ الدوري اللبناني عم يسجلها بهالوقت. شوفوا بالاعاده قد ايه كان مرتاح ايمانويل لوصل تحت السله وسجل. تايم اوت المدرب فيكتور. نسبة التسجيل من كل المسافات بعد عالية مقارنة لفريق الحكمة لصالح عمان من 51% لعمان من 29% لفريق الحكمة. والمشكلة الكبيرة عن فريق الحكمة هي التو بوينتس. التو بوينتس يلي صارت نسبتها 33%. بس انتبهوا شو رح قلكم عن نسبة فريق عمان من النقطتين. 70% 14 سلة سجلوها من 20 محاولة من نقطتين. بينما 3 بوينتس عن فريق الهومنت من اليوم منا منيحة ابدا نزلت ل 11% و 26% لفريق الحكمة. للفري ثرو عند اللاعب ايمانويل كارثية تعد، يعني عنده نسبة كثير قليلة. مؤخرا كانت 49%. تكنو افضل ممرر. دوين جاكسون 3، جاد خليل 2، احمد ابراهيم 2. بضيع الفري ثرو، هذا الشيء متوقع. جوناثان جيبسون. جوناثان يقطع بمرر لعمر بياخذ التسديدة بسجل. عمر بسجل اولى نقاطه. لنشوف اذا 3 بوينتس ولا 2 بوينتس. 3 بوينتس بتصور. تمريرة جوناثان جيبسون كانت ممتازة لعمر جمال الدين على الكورنر. ايمانويل كمان بيتعرض لها البلوك شوت من عمر جمال الدين. احمد ابراهيم يعطي رضوان. رضوان بيوصل تحت السلة ووكينج على رضوان. وهيدا تورن اوفر جديد بالفاست بريك. شو بيعملوا تورن اوفر بالفاست بريك لاعبي فريق الحكمة؟ بتصور اذا بدنا نحسبهم بتصور هن اكثر فريق بضيعوا فاست بريك بالليج. تحت السلة. اي لاف ذيس جيم. بطير بطير ايمانويل ما بيسجل نقطة الرابعة. شوفوا بالإعادة تمريرة جاد. وفي تكنيكال فاول. تكنيكال فاول على اللاعب ايمانويل يلي تحدى بالريب.
جوناثان جيبسون على الفري ثرو. بسجل جوناثان رمية التكنيكال فاول اللي عادة عم نشوف هون كيف تعمشق فيها. بارفيكس هي نزل الفارق لستة. جوناثان جابرييل عشيميا براشر براشر دبل تيم على جوناثان. عمر بطلع الطابة بمرر لأحمد. عمر جمال الدين ودي جرب يلعب على جيمي سالم. عمر يلعب على السلة المحاولة ما بتنجح. ريباوند لصالح فريقهم. عم يدافعوا كثير منيح دافعوا كثير منيح على جوناثان جيبسون. الروتيشن بالديفنس كانت ممتازة ما قدروا الحكم يستغلوا الدبل تيم يلي انعمل على جوناثان جيبسون بوقت هون في قرار الحكم في خطأ لصالح اللاعب ايمانويل يلي بصراحة بيحرم. معقول قد ايه بنط كان راسه دق بالرم. دوين جاكسون يلعب على السلة فتح له ميلة الشمال استغلها سريعا. 14 نقطة لدي جي جيبسون. أحمد بياخذ تسديدة عن الأرك. الريباوند كمان لجيمي سالم. دقيقة ونص بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني. بوبو عم يتحدى للعودة لأرض الملعب. جاد خليل تسديدة عن الأرك كمان أوفنسيف ريباوند. هالمرة ما بينجح. عمر جمال الدين بيطلع الطابة مع عزيز عبد المسيح. عزيز يعطي دانك. دانك بيلعب على السلة وبسجل. 7 نقط لدانك. دقيقة تقريبا لنهاية الكوارتر الثاني. دوين جاكسون عم يعطي جاد. دي جي دوين بعد عنده 9 ثواني. دوين رح يخترق. اخترق السلة مرر وهون ايمانويل ما بينجح. صراع على الطابة بالريباوند. جيبسون بيعمل اول كنترول بطلع الطابة. جوناثان جيبسون بمرر لعزيز بياخذ التسديدة. الثلاثية وبسجل عزيز عبد المسيح اولى نقاطه بالجيم. نزل الفارق لثلاث نقاط 43-40. الحكم رجع من بعيد. اخر ثواني الكوارتر الثاني. دوين عم بمرر توصل لجاد. جاد خليل عم بمرر لدوين تحت السلة في خطأ من جوناثان جيبسون يلي بيرفع ايده. لكن عنده 2 فري ثرو. دوين 83% نسبته بهالموسم. رضوان بيرجع على أرض الملعب. عزيز صار عنده 17 3 بوينتس ببطولة لبنان بس نفس بطولة لبنان. دوين بضيع الفري ثرو الأولي. أكثر لاعب لبناني مسجل 3 بوينتس لهلا بس نفس بطولة لبنان هو لاعب ميروبا كريستوف خليل 22 3 بوينتس. دوين بسجل الثانية. 15 نقطة لدوين جاكسون. آخر ثواني للكوارتر الثاني. جوناثان جيبسون بمر العزيز. عزيز بيخترق بروح على السلة ما بسجل. رضوان بيتابع كمان ما بينجح لينتهي الكوارتر الثاني بتقدم فريق هومنت من بفارق 4. النتيجة مشاهدي ام تي في 44-40. صار وقت نرتاح نحن وياكم لبريك لعشر دقائق بوقت عم نشوف بين زاك لافتون وجوناثان جيبسون. بين عبد الله بريدكشنز صارت 54% لزاك 46% لجوناثان جيبسون. مين رح يسجل الرقم الاعلى بالنقط بهيدي المباراه؟ هذا كان سؤالنا بالعبد الله بريدكشنز بمسابقه ملك الطابوق. الاقرب لهلا يفوز فيها هو جوناثان جيبسون. صار معه 3 3 بوينتس. بريك لعشر دقائق ومنتهي.
رجعنا احنا وياكم لملعب مزهر للقاء هومتن والحكمه الى جانب استاذ رافي خضا فيرديا باللجنه المركزيه لفريق هومتن. يعني اليوم اللافت بهالجيم هو الجمهور، كيف قدرتوا جبتوا هذا الجمهور؟ هو كشاف ما فهمت هذا الجمهور اللي عم تشوفه هذا كله سكاوتس واولاد الاكاديمي تبعولنا. يعني نحن بنحب نتشكر الفيدراسيون اللي عطيونا هيدا التشالنج لنقدر نعمل نحقق هيدا الشيء. قد ايه في عدد بارض الملعب تقريبا؟ فوق 900. كيف قدرتوا امنتوهم لحتى يكونوا موجودين اليوم؟ يعني جبناهم من عده مناطق، حتى جايين من عنجر، في عندنا ثلاث باصات جايين من عنجر، من برج حمود، من بيروت، من انطلياس، تقريبا من كل نواحي بيروت. على كل حال يعطيك العافيه لهيدا الشغل، رح تشتغلوا دائما على هيدي النقطه؟ لازم لازم لازم، اذا في عندنا جيل هيك يعني هومتمنت بالف خير يعني للمستقبل. للمستقبل كونتينيوتي واضحه. بدي اتشكرك استاذ رافي لحضورك معنا. بنروح لنشوف المقارنه الاحصائيه بين الفريقين قبل ما ننطلق بالكوارتر الثالث. اذا رح نشوف نسبه تسجيل من كل المسافات اللي هي واحدة من الامور الفارقه كثير اليوم بهيدا الجيم، وتحسنت شوي عن فريق الحكمه باخر بالكوارتر الثاني، بس بعضهم بعاد 32% نسبه تسجيل الحكمه. هومتن عم يلعب ب 47%، الفرق الكبير انعمل باول كوارتر لانه على التو بوينتس مثل ما قلت لكم الحكمه بعده عم يعاني كثير، عنده نسبة 31% بينما 61% لهومنتمن، وهون فرق الجيم. 3 بوينتس الحكمة أفضل 7 من 22، وحدة من 10 لفريق هومنتمن. الريباوندز بعده فريق هومنتمن أفضل 25 مقابل 20. الأسيست كمان هومنتمن أفضل. تورن أوفرز الحكمة عم يكون أفضل 6 مقابل 7. 3 ستيلز لكل فريق. 3 بلوك شوتس لهومنتمن، 3 عملهم لاعب واحد هو دوين جاكسون اللي كان عنده شغل كبير بالجيم. الحلبة هاف كورت شوت، اذا حاليا رح نروح لنشوف اذا رح يكون عندنا فائز اليوم بمسابقة الحلبة هاف كورت شوت. رح يكون عندنا 5 مشتركين. محاولة والله ما كانت بعيدة. عندنا 4 محاولات. ثاني كمان ما بعيدة ابدا. إن شاء الله يكون عندنا فائز اليوم يربح جائزة 200 دولار. شو هاي؟ ثالثة كثير بعيدة. حجرة هيدي. قريبين يا جاجا اليوم. آخر محاولة. إن شاء الله تزبط. دعانا. ما رح يكون عندنا فائز اليوم اذا مسابقة الحلبة الحلبة نوتس هاف كورت شوت. توترز بطل السنة لهلا دوين جاكسون وجوناثان جيبسون عم يتنافسوا مع بعض، هن الاكثر حصولا على تصويت. جيرار حديديان كمان 22%. اذا مشاهدينا بدا التصويت على توترز بطل السنه، فيكم تعملوا سكان تو فوت على شمال الشاشه. اللاعبين يلي عم يتنافسوا شفتوهم من هلا لنهايه المباراه، مين رح يكون توترز بطل السنه؟ انطلاق الكوارتر الثالث، مين رح يكون بطل هالمواجهه؟ اخر 6 مواجهات بين هومتن والحكمه ربحها فريق الحكمه وجاد خليل. ببلش الكوارتر الثالث بتسجيل الثلاثيه الاولى له بالجيم. أولى نقاط ونجاد طلع فيها الفارق ل 7 نقاط. أحمد إبراهيم يعطي جوناثان جيبسون، أحمد يعطي كريم عز الدين، تورن أوفر على فريق الحكمة. زاك زاك تمريرة تحت السلة عم توصل لمين؟ جيرار يعمل موف، جيرار حديديو بخلي الطابة بإيده، جيرار بيعمل كمان بحاول يهرب من قد ما في من دانج. بعد عندهم 4 ثواني. جاد هالمرة ما بينجح. دانج على الريباوند، 5 ريباوند لدانج. جوناثان جيبسون عم بيمرر لأحمد، دانج بيعمل سكرين بيوصل له اياها لدانج، عم يجرب ينزل على البوست كمان. بوبو بيخترب بيروح على السلة ما بيسجل. بوبو اوفنسيف ريباوند لبوبو وبيسترجع البوزيشن.
مع 13 ثانية. بوبو عم يتوجع. جوناثان. رح يسدد من محل كتير بعيد، كتير بعيدة هالتسديدة. هيدي جامبلينج بقلولة. هيدي بصراحة منا باسكت. براشر على جاد، جيرار كمان عم جرب يعمل درايف، يوصل تحت السلة، بيتعرض للدفاع اليوم دانج بصراحة دفاعه ممتاز. فاست بريك مع كريم عز الدين، بروح على السلة، بيتعرض للبلوك شوت من جيرار حديد يا بوقت في خطأ من جوناثان جيبسون لصالح دوين جاكسون. بالعادة عم نشوف الفاول اللي عمله جوناثان جيبسون. زاك يعطي جاد، بسدد كمان بالسجل الثاني لقلب الجيم، ثاني 3 بوينت لجاد خليل، طلع الفارق ل 10 نقاط 50-40. جوناثان جيبسون بمر لاحمد، بسدد عن الارك احمد ابراهيم، اول 3 بوينت لقلب الجيم، رابع تمريره حاسمه لجوناثان. جابرييل عجميا عم يخترق السله، ريباوند لاحمد ابراهيم، قلت لكم دانك عم يدافع كثير منيح اليوم. احمد ابراهيم عمل درايف راح على السله، كاونتد لاحمد، السلة محتسبة لأحمد إبراهيم، نزل فيها الفارق لست نقط. إذا سلة أحمد اللي قبل هي 2 بوينت، هيدي ست نقط، بضيع الفري ثرو. ريباوند لصالح فريق هومنتبن المتقدم بفرق ستة حاليا. بوبو عم يدافع على زاك لافتون، زاك قطع وصل على السلة، سجل زاك، سجل وهزاك، كيف قدر يقطع عن أكثر من لاعب ويعطي الليد 8. عزيز عبد المسيح على ميعاد التبديل، أحمد بمرر لبوبو، كريم عز الدين لجوناثان جيبسون، جوناثان عم يكسر الطابة، فاست بريك لفريق هومنتمن، دوين بيسجل 17 نقطة لدوين جاكسون، بيرجع بيطلع الفارق، أحمد إبراهيم، أحمد عم يعطي بوبو، دانك عم يجرب يلعب تحت السلة، دانك بيلعب ما بيرجع بالتسجيل، جاد خليل كمان فاست بريك وعجميا بضيع، كان طالع ليكبس السله جابرييل عجميا. احمد ابراهيم كمان عم يخترق مدرين شاط، بسجل احمد، 8 نقط لاحمد ابراهيم، بيرجع منزل الفارق ل 8 نقط. وقت كان قريب المدرب يانكتش يطلب تايم اوت لو استفادوا من الفاست بريك فريق هومنتمن عبر لعبهم جابرييل عجميا. مدرين شاط زاك ما بينجح، جوناثان جيبسون على الريباوند، احمد ابراهيم بروح على السله بايده الشمال ما بينجح، بوبو بتابع بنجاح بسجل نقطه السابعه، مارك خويري نزل الفارق لست نقاط. دوين بسدد، ومين بلم الريباوند؟ أمام اثنين لاعبين من فريق الحكمة، أوفنسيف ريبوند لجابرييل عجميا. شوفوا بالإعادة كيف قطع بين أربع لاعبين، أخذ الأوفنسيف ريبوند وسجل. رودريك ورضوان على مقعد التبديل. رضوان بدلا من جيبسون، والعقل بدلا من كريم عز الدين. رمية حرة كمان لجابرييل،
بضيع الفري ثرو، ريباوند لرضوان رودري، بوبو كمان لرضوان سليمان، رضوان ياخذ تسديده صعبه بسجلها رضوان، بسجلها كثير صعبه كانت تسديدته الفيد اواي اللي عملها، نزلت الفارق لسته. زاك لافتون، زاك خطا لصالح زاك لافتون، الخطا من رودريك، هون جرب رودريك يوقفه وعمل الفاول، خمسه دقائق قبل نهايه الكورتر الثالث. جيمي سالم على ميعاد التبديل، جاد اخذ التسديده، جاد الريباوند لمين؟ بوبو بيطلع بالطابه، 2 على 2 بالفاست بريك، رضوان بيسجل نقطه ال 11 هالمره، الفاست بريك بيسجلوها لاعبي فريق الحكمه من دون مشكله. زاك لافتون كمان بيقطع بالترافيك في دفاع المنطقه، جاد ما بيرجع بالتسجيل، احمد ابراهيم بيخسرها للطابه، كيف قطعها؟ دوين جاكسون، ما معقول دوين، ما معقول دوين كيف قدر يقطع الطابه من ايده لاحمد ابراهيم، هو وطالع بالفاست بريك، شوفوا بالاعاده عمل كنترول واخذها للطابه، مغناطيس دوين جاكسون، شو رح تكلفهم غالي هالفاست بريك، كان عندهم مجال ينزلوا الفرقه لنقطتين. احمد عم يعترض عند الحكم زياد طنوس، زاك رح يكون عنده اثنين فري ثرو، بسجل الاول نقطه العاشره لزاك لافتون، المدرب قصر بفيكتور يانكيتش اللي عم يكون بديله المدرب جاد الحج الموقوف، هيدي اخر مباراه بتكون موقوف فيها، 11 نقطه لزاك، رودريك رودريك عقل بياخد هو التسديده، ما بيرجع على الارك، جيرار على الديفنسيف ريباوند، كمان زاك لافتون بوقف بسدد ما بيسجل، زاك رضوان بلم الريباوند، كمان بوبو بسدد عن الارك، ريباوند دفاعي لدوين جاكسون، فاست بريك وتورن اوفر على فريق هومنتمن، رودريك يعطي احمد، احمد بياخذ محاوله ثلاثيه ما بتنجح، بعضهم عم يعتمدوا كثير كثير على التسديد من المسافات البعيده، تخيلوا 29 اتمت من 2 بوينتس 26 اتمت من 3 بوينتس، تقريبا قريبين من بعض، ما في فريق يسدد على 3 بوينتس قد ما بيسدد على 2 بوينتس، بينما فريق هومنتمن السلكشن ممتازه 34 من 2 بوينتس 16 من 3 بوينتس، برايي هون عم تلعب الجيم، دوين جاكسون ما بينجح بالمحاوله، الريباوند لبوبو، دبل تيم على بوبو، بوبو لمين بده يمرر؟ بوبو بكبها لقدام لاحمد ابراهيم، احمد بروح على السله وبسجل، احمد بسجل 10 نقط لاحمد ابراهيم، نزل الفرق لاربع نقط قبل 3 دقائق وخمس ثواني من نهايه الكوارتر الثالث، تايم اوت للمدرب جون جايس. الثلاثة زياد طنوس رباح جامع وعادل خويري اللي عم يقودوا هالمباراة،
اذا التايم اوت اللي كان طلبه المدرب جاس انتهى حاليا. التصويت شو جاجا مين توترز بطل السله مين توترز جوناثان جيبسون جوناثان جيبسون لهلا 73% عم ياخذ نص التصويت بتصور رح يكون في صراع على السوشيال ميديا هون بين جمهور هومنتون وجمهور الحكمه اكيد صحت السله نقطتين جديد نقطتين جديد عم يتسجلوا وين جاكسون صار 19 نقطة هلا بظبطوها تكنو افضل سكورر عم يكون دوين جاكسون 19 نقطة 11 لرضوان 11 لجوناثان جيبسون دايك ما بيقدر يستلم رودريك بيعطي رضوان احمد ابراهيم ممكن يسدد هذا الشيء اللي عمله احمد المحاولة الثلاثية مطلوبة 6 نقط التقدم لصالح هومنتمن عمر جمال الدين على ما يعد التبديل دوين بلش يستعمل سرعته بالاختراعات على السله بسجل بسجل 21 نقطه لدوين جاكسون 4 نقط بعد التايم اوت اللي طلبه المدرب الشاحص دانك مين سويني بيبقى لهجمه فريق الحكمه عز الدين جمال الدين على ارض الملعب احمد زعلان وظاهر سايد بول تطريق بمر لكريم بوبو بعد عندهم ثانيه بياخذ التسديده الثلاثيه ما بتنجح عمر بلم الاوفنسيف ريبوند من الجهه الثانيه على الويك سايد كريم عز الدين ووكينج على كريم نرجع نشوفها بالإعادة كمان بيخترق عم يمر لجاد جاد جاد بسجل الثالثة 3 بوز لجاد خليل 9 نقط لجاد طلع الفارق سريعا ل 11 نقطة بعد ما كان 4 نقط الفارق سجلوا 7 نقاط على التوالي عز الدين اند 1 لكريم هيدي النقطة الرابعة وبياخذ الخطأ انت الملك 3 بوز لجاد خليل مثله مثل جوناثان جيبسون يلي صار له فترة ما شفناه على أرض الملعب. بسجل الفري ثرو عز الدين نقطة الخامسة. دقيقة وعشر ثواني لنهاية الكوارتر الثالث. زاك. زاك قطع من ميلة اليمين، مرة الرمية لجيمي سالم، جيمي طلع له على برا لدوين جاكسون. دوين بيخترق بسجل بسجل سوبر دوين جاكسون كل اختراقاته عم تكون من برا لجوا الطريقه يلي عم يستعملوا فيها المدرب مجعص لدوين جاكسون رائعه جدا كريم عز الدين بروح على السله بسجل كريم 7 نقط لعز الدين بيرجع بنزل الفارق لثمانيه زاك لافتون كمان زاك وصل هو على السلة ما سجل عمر جمال الدين بلم الريباوند 4-3 بالفاست بريك رودريك بيوقف بسدد وفي خطأ الفاست بريك عند الحكمة قصة كبيرة بصراحة ما معقولة 4-3 أخذوا تسديدة على الأرض سجل دوين 24 نقطة لدوين جاكسون سجل كمان نقطة 25 طلع الفارق لعشرة
بيك بيعطي عزيز، عزيز بسدد كمان عن الار، ريبا لصالح زاك، زاك لافتر اخذ تسديده ثلاثيه وسجل، وسجل مع نهايه الكوارتر الثالث 14 نقطه لزاك، اول 3 بوينتس له بالجيم، طلع الفارق ل 13 72 59 مع نهايه الكوارتر الثالث. بنذكر مشاهدينا انه يوم الاربعاء رح نكون نحن وياكم ببطوله وصل الرياضي على ارضه، عم يستضيف الوحده السوري، عنوان كبير بين بطل لبنان وبطل سوريا بمجمع مهندوف البزوكي. المباراه رح تكون لايف على ام تي في ابتداء من الساعه 9:30، المباراه بتنطلق على 10 الا الربع، طبعا مثل ما ذكرنا بنقول على شاشه ام تي في، وكثير مهم الحضور الجماهير اللبناني بهيدي المواجهه يلي عم يستضيفها لبنان على ارضه. بينما يوم الخميس رح نكون نحن وياكم بلقاء الشامبيون وان اس اي بملعب الماريست بديك المحدي، مباراه على 5 الا ربع، وهون اكيد يعني ام تي في بتعزي عائله الماريست الشامبيون بوفاه اسكندر صفا، تعازينا الحاره وفيت اسكندر صفا. اذا ذكركم انه هاي المباراه رح تكون مقبوله على 5 الى ربع يوم الخميس. كريم عز الدين عم يعطي برا لعزيز، عزيز حلو كثير هالفوت وورك يا عزيز، حلو كثير هالفوت وورك، تكنو اوف ذا ريباوندر زاك لافتون، 9 ريباوند جيرار، 7 6 لرضوان. جوناثان جيبسون رجع على ارض الملعب، دوين بياخذ تسديده، ثلاثيه ما بيسجل، جابرييل عجميا شو عمل شغل اليوم، جابرييل عجميا شو عمل شغل جابرييل عجميا بهالجيم. تر اوفر على دوين جاكسون، جيبسون بيرجع على ارض الملعب وجابرييل ناطره ليدافع عليه. جوناثان جوناثان جيبسون بوقف بسدد الرابعة لجوناثان جيبسون، 14 نقطة لجوناثان، بده تسديد وحدة ليعمل الملك ويكون هو الملك كمان بمسابقة ملك الطابور ويربح 1592 دولار. زاك لافتون ستاب باك بسدد بسجل بسجل، ما خليه يتهنى فيها، ما خليه يتهنى فيها لجوناثان بستاب باك بسجل نقطه 17، بيرجع بيطلع الفرق ال 11. عزيز مدرين شوت بسجل، عزيز بسجل 7 نقط لعزيز عبد المسيح، 8 دقائق ونص لنهايه الجيم. مومنتمن عم يمرر لدوين جاكسون تحت السله، خطا لدوين، ذكي كثير دوين، عرف في دانج بوجهه راح على الفاول، ما بده يحط سله، بده ياخذ الفاول من دانج، اخذه. اخر مره ربح مومنتمن على الحكمه كانت ب 11/4/2021. بسجل الفري ثرو الاولى بنجاح. والمفارقة كانت على أرض هومنتمن بس مش بمزهر، لعبوا وقتها بسانتر ديميرجيون، كان في أشغال بالمنطقة وما قدروا يلعبوا المباراة بهيدا الملعب، نقلوها لسانتر ديميرجيون وربح هومنتمن هيدي الجيم.
27 نقطة لصالح دوين جاكسون. جيبسون أمام العزيز مسديدة عن الأرض، ريباوند لصالح جيرار، عمل بوكس أوت ممتاز على دانك لما يخليه يلم الأوفنسيف ريباوند. زاك لافتون ميد رينج شوت ما بيسجل، عمر جمال الدين بيعمل الديفنسيف ريباوند وفي خطأ. الريبلي عم نشوف الفاول يلي فاول كمان ذكي كبير منعوا في فاست بريك لفريق الحكمه، استفادوا من الدربل يلي عمله عمر جمال الدين ليعملوا الفاول. عزيز بسدد عن الارك ما بينجح، دي جي على الريباوند. زاك لدوين كيد عزيز يعمل الستيل، دوين جاكسون اخترق طابع عم تبرم. زاك لافتون، زاك بسدد ما بيسجل عن الارك، جوناثان جيبسون بلم الديفنسيف ريباوند. جيبسون لكريم عز الدين بوقف بسدد بسجل عز الدين، 10 نقط لكريم، اول 3 بوينتس له بالجيم. 5 تمريرات حاسمه لجوناثان جيبسون. اخر 7 دقائق بالجيم، هومتمن بتقدم بفارق 8. زاك لافتون، دي جي عم يعطي جيرار، زاك رح يسدد بجرب يخترق بيوصل تحت السله وبياخذ الخطا من دانج. شوفوا زاك كيف قدر يقطع بين لاعبين، لانه ليه اللاعبين اللي عم يدافعوا على زاك لافتون مش مسكرين طريقه، لو مسكرين طريقه بده يقطع بهالشكل كان عمل ووكينج على الاكيد. عشر نقطة لزاك لافتون، هيدي نقطة ال 18 لهلا بالعبد الله بريدكشنز، يلي صوت لزاك هو ربحان لهلا لأنه جيبسون عنده 14. 18 نقطة لزاك وهيدي نقطة ال 19. جوناثان جيبسون حجم ياه عم يدافع عليه. عمر جوناثان عم يعطي كريم عز الدين بيعمل موف على دوين جاكسون، بطلعها كمان لبرا. عزيز بسجل، عزيز بسجل، 9 نقط لعزيز عبد المسيح، بيرجع بينزل فير الاقل من 10. اخر 6 دقائق و20 ثانية بالجيم. جيرار حديديان، جيرار سجل سجل على رضوان، 12 نقطة للايرون مان. جيرار بده حدا يحرك معه، إذا حدا بثبت جسمه عليه بتصير أصعب يقطعها، طالما حدا عم يحرك معه هو أكيد أسرع، وهذا الشيء اللي عمله مع رضوان السليمان. كريم عز الدين، كريم يعطي مين؟ تورن أوفر، زاك لافتون بيروح على السلة وبيستعرض وبيسجل. بسجل نقطة ال 21، زاك طلع الفارق ل 12 نقطة، 83-71 تايم اوت لفريق الحكمة. بطل السله
جوناثان جيبسون بعده متقدم على دوين جاكسون 60% لدوين 59% لجوناثان جيبسون. بمتابعه انت الملك ملك الطابور 4-3 بوش لجوناثان جيبسون. لحظة جاد خليل عنده 3-3 بوش. جيبسون بياخد تسديدة ما بيسجل عن الارض ساك على الريباوند. زاك بيخترق بمرر. اي لاف ذيس جيم. حلوة تمريرة زاك لافتون وصلت دوين جاكسون والنقطة 29 14 نقطة الليد. بوبو على أرض الملعب بدلا من عمر. عزيز كمان على مقعد الاحتياط. عز الدين تورن اوفر على كريم. هيدا السكويك. كثير عم يجينا مسج ليش جاد الحاج منه موجود؟ سمعنينا اكثر من 100 مره. جاد موقوف مباراتين، هيدي المباراه الثانيه اللي بيكون موقوف فيها. المباراه امام بيروت يوم الاحد رح يكون موجود فيها بوقت زاك ودوين. 31 نقطة لدوين جاكسون. تمريرة حاسمة جديدة لزاك لافتون. جيبسون تحت الضغط. ضغطوا كثير اليوم لجوناثان جيبسون. ضغطوا كثير. قدر فريق هومنتمن يلعب الحكمة مثل ما هو بده كل الجيم يعني لو الحكمة قرب بس عم يلاقي الحكمة عم يلعبوا مثل ما بده هومنتمن. ياخذوا التسديدات البعيدة قد ما بدهم بالجيم. عطوهم ياهم بوقت بوبو عم يضيع تحت السلة. دوين جاكسون بلم الريباوند. زاك لافتون بسدد عن الارك ما بسجل. زاك ديفنسيف ريباوند لكريم عز الدين. كمان مقطوعة من جابرييل عجميا بمر لزاك وزاك بسجل 23 نقطة لزاك لافتون. طلع الفارق ل 18 نقطة. 4 دقائق و15 ثانية لنهاية المباراة. تايم اوت للمدرب يانكيتش. حتى السكور افريج منه لصالح فريق الحكمه بهالوقت. 6 نقط قدر ربح الحكمه بمرحله الذهاب. ممكن كثير يتعادلوا مع بعض. التنافس رح يكون كثير كبير خاصه فريق الحكمه عنده مباراه اهميتها كثير كبيره يوم الاحد المقبل بملعبه بغزير. كثير كبيرة أهميتها بصراع المركز الثالث. تركيبة فريق هومنتمن خلقته شخصية خاصة سريعة بتدافع بتقاتل وبتركض. عندهم اوتسايد الانسايد تبعهم منه على السد اوفنس. بيلعب لاعب بظهره للسله بس بيخترقوا دوين بيخترق من برا لجوا دايما وعم يقدر يعمل فرق. والبرهان انه سجل 31 نقطة لحاله بالجيم. جوناثان جيبسون بتكمل افضل ممرر 7 اسيست 5 لجاد خليل 5 لزاك. وهون رضوان بضيع المحاولة الأولى بتابع كمان ما بيقدر يتخطى دوين جاكسون. وهيدا الشيء كثير مهم يلي عم يعمله دوين منه لاعب ارتكاز عم يلعب يستفيد لانه بسرعته بيقدر يسمع حيلا لاعب ارتكاز بالاوفنس بس بالديفنس كمان عم يستعمل سرعته بالبلوك شوتس عم يضايق كل اللاعبين و
ودوين جاكسون بيكمل مسلسل تسجيل النقاط 33 نقطة. جوناثان جيبسون عم يسجل الخامسة. انت الملك. 17 نقطة لجوناثان جيبسون. 5 3 بوينتس تعلو بالجيم. زاك زاك ما بينجح بالتسجيل، هو لما الريباوند 10 ريباوند لزاك. هون بسرعة بتروق بين اللاعبين. زاك ركب، بتعرفوا شو رح سميه، قطعة البازل الناقصة بفريق هومنتمن. كملها زاك لوفتون. تشالنج المدرب جاعس عم يطلب تشالنج، بده ابجريد للخطا. ثلاث دقائق وثمان ثواني. We are reviewing the idea. This was an upgrade. Normal speed اول شيء بليز. Again frame by frame. Joshua. Okay. Okay. Frame by frame, huh? Can you have admin nos, please, George? هون بس 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 اوكي. اوكي ليتس جو. اذا نشوف صحيح القرار، الحكم رماح شافه زياد طرشي بعد ما شافه الاير اس بالتشالنج اللي طلبه المدرب القاعس. سبورتسمان لايك فاول. بيربح التشالنج، بيربح التشالنج. عطيه اون سبورتسمان لردوان لانه ضرب على ايده لزاك مش على الطابه. لكن عنده زاك اثنين فري ثرو. رح تبقى البوزيشن لصالح فريق هومنتمن. بضيع المحاوله زاك الاولي. شو بدي اخبركم على صراع المراكز بعد هالجيم وخاصه قبل جيم الاحد. 24 نقطة لزاك لافتر. صراع المراكز رح يكون كثير صعب لأنه الحكمة حاليا بالمركز الثاني، بس ممكن يعني يصير مهدد كثير بشكل كثير قوي من بيروت بمركزه الثالث ويتراجع للرابع. بينما شانفين وهومنت من أم المعارك على المركز الرابع. احمد ابراهيم عنده الحكمه اذا كمل خسارته هالجيم يصير عنده ثلاث خسارات، بس احفظوا الخسارات، الرياضي وحيدا بخسارتين، الحكمه رح يكون عنده ثلاث خسارات، بيروت ثلاث خسارات قبل ما يتواجهوا مع بعض الحكمه وبيروت، اذا بيروت ربح رح يطلع هو على الثاني، الحكمه بينزل على المركز الثالث وبصير قريب من الشاوفين اللي عنده اربع خسارات بينما هومنتمن عنده خمسه. واو ولا معركه. احمد بضيع الفريد بسجل الثاني. احمد ابراهيم نقطه ال 11. 17 نقطة التقدم لصالح فريق هومنتمن. جاد خليل بسدد عن الارك، ريباوند لكريم عز الدين بيعطي جيبسون. احمد ابراهيم بياخذ تسديده ثلاثيه، كمان ريباوند لبوبو. جوناثان جيبسون بسدد، الحكم عم يقول في اوت على جوناثان جيبسون.
سدد. هون في فاول. 37 اتاك للحكمة عن الارك على 3 بوينت، 38 على 2 بوينت، تقريبا نفس الشيء، مسددين على 3 بوينت، بينما هومنت بننتبهوا، 48 اتاك على 2 بوينت، 22 على ال 3 بوينت، عاملين بالانس كثير مهم، بينما فريق الحكمة البالانس يعني بالاوفنس ابدا منه موجود، عم بحكي بس كشوتس سيلكشن، ما عم بحكي كبرسنتج ابدا. وزاك لافتون كمان بيخترق 26 نقطة لزاك. دانك بسدد عن الارك، ريباوند لدوين جاكسون. دانك هلا صاروا ايكوال، عملها ايكوال دانك بين ال 2 بوينتس و 3 بوينتس. بعد دانك ما كان سدد عن الارك، سدد. رضوان عم يتحدى للدخول لارض الملعب بوقت زاك عم ياخذ خطا من احمد ابراهيم. شو هالمباراه الممتازه اللي عملها فريق هومنتمن، سيطر بكل شيء على الجيم، لو نزل الفرق بمحلات الاربع نقط، بس مثل ما قلت لكم كان هومنتمن عم يلعب الحكمه مثل ما هو بده. بسجل زاك الفريد نقطه 27. تاني بضيعها رضوان على الريبا. جوناثان. عمر جمال الدين بسدد عن الارك، جاد على الديفنسيف ريباوند. بمر لدوين. جاكسون اخر دقيقة بالجيم. هيدي من اكثر المباريات يلي بتتلقى سلبه فريق الحكمه، هو يعد افضل فريق بدافع. معدل النقط يلي بتدخل فيه سلبه 71 نقطه فاصل 2 لهلا، هومنتمن مسجل 97، بسجل بوبو عن الارض. زاك ستاب باك ما بيسجل زاك، ريباوند لبوبو 97 77. جوناثان جيبسون بياخذ تسديده ثلاثيه وبيسجل 20 نقطة لجوناثان، 6 3 بوينت. آخر ثواني الجيم 97 80، إذا النتيجة النهائية هومنتمن بيفوز على فريق الحكمة بعد 6 خسارات متتالية لهومنتمن أمام الحكمة بالمواجهة بين الفريقين، عم نحكي من سنتين و293 يوم تحديدا، من 1024 يوم هومنتمن بيفوز على فريق الحكمة، والحكمة بتلقى لخسارة جديدة لإله. إذا بسرعة رح يكون مع المدرب جون جاس كوتش، أول شيء بدي لك مبروك. ثانك يو، ميرسي كثير. البلان يلي لعبته اليوم لعبته للحكمة مثل ما أنت بدك، عطيتهم الشوطات من برا، أخذوا على 3 بوينت أكثر من 2 بوينت، قد إيه كنت راسم الخطة يلي أعطتك نتيجة وفوز كبير؟ صراحة عم نعاني، كنا صرنا إصابات كثير، وات إيفر هول إكسكيوزز، هيدي الخطة هي لعبتنا، يعني لعبناه للجيم يلي نحن بنحب نلعبها. هذا كل الوقت عم وخليناه يشوط الشوطات يفكروا إنه هن هاي الجيم تبعهم. استدرجناه على المحل اللي نحن بنحبه وتوفقنا، وزاك كان سوبر، وكريدت كريدت لعشميان جابي عشميان اللي عمل شغل رهيب، قلت له اذا بتحط زيرو بوينتس وبتسكر على جيبسون نربح المباراه. اهم شيء هيدا الجمهور، هيدا سيمبل، هيدي رساله انه نحن موقف جمهورنا، بس هيدا احلى من حل جمهور كله تحت ال 14 سنه. كوتش اليوم فتحت منافسه كبيره، يعني بفوزك رجعت قربت كثير من فريق الشاوفيل. ما بدنا ننسى بيروت والحكم ما لهم بعاد، عندهم 3 خسارات وراح يلتقوا مع بعض الاحد المقبل. كيف بتشوف مواجهه الاحد، او انت وين حاطط التارجت تخلص؟ كل جيم صعب بالبطوله، يعني ما فيك ترسم كثير. الهدف نحن انصاب هولمان، جبنا اجنبي امبارح ما تمرن،
ان شاء الله نقدر نفوته بالسيستم لان ماتش الانتونيه بالانتونيه كثير صعب. سو ما بدنا نربح جيم قوي هون ونكبه هناك، الهدف نحافظ على الربح المهم يلي ربحناه. مين رح يربح بين بيروت والحكمه الاحد المقبل؟ بيروت الحكمه بغزير. بغزير انا برايي الحكمه بغزير عنده الرهبه غير عن العاده. بدي اتشكرك كوتش، بروح بسرعه لجاجا. يعني غياس ربح جوناثان جيبسون اكيد بمسابقه انت الملك، بس فريق الحكمه من الواضح انه زعلان ومبدئيا ما بدهم يعملوا انترفيوز، فرح خليك تحكي مع جاد لكننا شفنا شو رح يصير. وصل جوناثان جيبسون. جوناثان هارد لوك. هارد لوك. Say it again. هارد لوك. No, yeah, definitely. It wasn't the outcome we wanted, but go back and see if we can do better. You scored 63 points. You've won in the competition $1,592. I mean, yeah, but we still got to go back and see what we can do to get better, to definitely. Why did you guys insist on playing the outside game? Say that one more time. Why did you guys insist on playing the outside game? Thank you. I would say we took what they gave us. They were packed the paint a lot, so a lot of open shots on the outside, but they go in and go out, but at the same time, you still have to have the same confidence to definitely have the shot for sure. Thank you so much and hard luck. Again, يعني غياس من الواضح انه جوناثان اذا غياس عوده لعندك. جاد بدي اقول لك مبروك. لعبتوا جيم كتير كبير دفاعي وهجومي، لعبتوا للحكمه مثل ما انتم بدكم، قديش اشتغلتوا على الجيم بلان اللي اليوم نفذتوها بحذافيرها خليني اقول؟ يعني الكوتش من اول ما رجعنا من دبي حط هيدا الجيم بلان لانه كان ماست وين لنا تندل بالفاينل، نلعب على الفاينل فور. اجينا كتير اصابات، دانيال البيج جاي تبعنا امه مريضه مش عم بيقدر يكون معنا، تانيوس انصاب، الاجنبي فل، بس كنا مقررين انه لو شو ما صار ندل بهيدا الجيم بلان، نقاتل لبعض لانه نرجع من دبي مع وين كثير مهمة نبلش الرتور منيح. هلا هومان من وين بتشوف؟ يعني رجعت فتحت منافسة كبيرة، يعني من الثاني للخامس كثير قراب من بعض، يعني الرياضة عنده خسارتين، صار عندك بيروت وحكمة ثلاث خسارات ورح يلعبوا مع بعض، حدا رح يتلقى خسارته الرابعة، شانفيل قريب، أنتم قريبين من شانفيل، كيف شايف هذا الصراع رح يكون؟ بعتقد يعني رح نشوف صراع مش مثل ما كنا متخيلينه أول السيزون، يعني أربع فرق عم بتنافس على 3 سبوتس بالتوب فور. حتى أونترينيك منه بعيد 6 خسارات. أكيد بس أنا بشوفه شوي بعيد بالليفل يعني، بس إنه هول ضربته لا كوتش جوجو على راسنا وعم بيعمل شغل أكثر من ما لازم، يعني عم نهنيه لكوتش جوجو، بس بعتقد الفور تيمز هلا رح يتباروا، رح يكون رتور عن جد معركة طاحنة كثير. أكيد الرياضة رح يكون عم ببعد شوي على عن الكل، بس المعركة الطاحنة أي ثينك رح تكون على الفاينل فور، كل واحد ما بده يلعب ضد الثاني، بدنا نلعب بالسرير هينة، فانطرونا على الام تي في بروتور كثير حلو. تعمل لي بروموشن؟ يا غياس انا دائما معك. عمل لي بروموشن لبيروت حكمه، مين برايك رح يربح بيروت؟ وين الجيم؟ بغزير. صراحه الحكمه بغزير دائما صعب، بس ما عم بيقنعوا بالباسكت اللي عم بيلعبوه، يعني بتحس انت شايفهم منهم يعني غياس نحن وي ار نوت ان اور توب شيب، وقدرنا نخليهم يستسلموا على بكير، يعني هيدا منا جود لوك. بتمنى لهم يلعبوا كثير منيح، بتمنى لهم الاحسن، بس برجح بيروت يربح المباراه. انا بدي اتشكرك جاد، بدي اتشكر كل مشاهدينا يلي تابعونا اليوم بهالجيم، نحن بنلتقى نحن وياكم مثل ما قلنا بوقت عم نشوف توترز بطل السله دوين جاكسون يلي بيستاهلها بصراحه 47%، بينما جوناثان جيبسون تقريبا 43 كانوا كثير قرب من بعض، بيربحها دوين جاكسون. كل يلي صوتوا لدوين جاكسون هن يلي ربحوا، بس نسيت اذكر الفائزين بالمباراه السابقه، رح بس اذكرهم لانه وصلوا لي. الان فريد العلم ربح بالعبد الله بريدكشنز بمباراه الحكمه اونترانيك، بينما علي مصطفى ربح بتوترز بطل السله بمباراه ميروبا والماريس. مبروك اذا لالاء ولعلي، نحن ملتقى نحن وياكم ثلاثه بالسايد بول، اربعه بطوله وصل بطل لبنان وبطل سوريا بمجمع نهضنا، فلكونوا كتار تابعوا هيدي المباراه بارض الملعب الخميس بملعب الماريس الشانفيل، فريق الشانفيل بيستضيف فريق ان اس اي. بشكر حسن المتابعه، بدي اودعكم الى اللقاء.